هذا وغادر البلاد فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة والوفد المرافق بعد زيارة رسمية للمملكة استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات رسمية مع جلالة الملك المعظم، تناولت علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان في وداع فخامته لدى مغادرته مطار البحرين الدولي معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الشرف، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل ومحافظ محافظة المحرق وسفير مملكة البحرين المعتمد لدى تركمانستان وعدد من المسؤولين.